حتى وقفت القذائف الإسرائيلية وانطلقت مكانها ألعاب نارية أضفت على سماء غزة ألوانا من الفرح بعد 50 يوما من بداية التصعيد في غزة، لتكسر عملية الإفراج عن الرهائن بين حماس وإسرائيل المشهد القاتم الذي خيم على القطاع منذ 7 أكتوبر والذي أسفر عن قرابة 15,000 قتيل وفق وزارة الصحة الفلسطينية. رسمياً بدأ الجمعة سريان هدنة 4 أيام للسماح بالإفراج عن رهائن ومحتجزين في قطاع غزة وإسرائيل. مالك نفسي قد ما أنا فرحان، يعني كيف متخيل إني بدي أشوفها، كيف بدي أحضنها، قد ما بكيت متشوك لها. وعلى الجانب الآخر تجمع عشرات من الإسرائيليين حول أسوار أحد المستشفيات ملوحين للمطلق سراحهم بالأعلام بعد وصولهم لإجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية. وصلت 5 نساء أسيرات إلى مركز وولفسون الطبي. لقد وصلنا أخيراً إلى المنزل في مكان آمن، ويتم علاج العائدين من قبل أفضل فرق وولفسون الطبية. في هذه اللحظة يتم فحصهم وتسليمهم النتيجة بعد وضعهم في مجمع خاص تم إعداده خصيصاً لهم ولعائلاتهم. أتت الهدنة الإنسانية التي توسطت في إطارها مصر وقطر والولايات المتحدة في اليوم 49 للحرب بين إسرائيل وحماس، لتتضمن أيضا إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية إلى كل مناطق القطاع، من بينها شاحنات للوقود والغاز.